كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير وكدوزوا رمضان ان شاء الله في صحه جيده كاملين وبدون استثناء. المهم اليوم غادي ندير معكم واحد الوصفه اللي زوينه صراحه وسهله وصحيه في نفس الوقت، اللي هي فيليتي ديال الحوت مع الخضر في الفران. صراحه كتجي زوينه والمذاق هائل. الحوت كيبقى يعني كيبقى النوع ديال الحوت اللي بغيتو تقدروا تعملوه في هذه الوصفه هذه، ماشي بالضروره ميرلوسا، ولكن تقدروا تعملوا اي حوت عندكم. المهم غادي نقول لكم العناصر اللي عندي ومن بعد ندوزو نديرو الوصفه ديالنا. اولا بونوس دياس تشيكاس كي تال استايس، اسبيرو كي استايس تودوس بيان. اوي vamos a hacer una receta de pescado filetes de merluza en el horno con verduras. Es una receta muy muy buena y fácil y muy saludable. Pero el pescado es al gusto, podéis cambiar merluza con otro tipo de pescado. El pescado que tenéis en casa o que os guste, no es necesario filete de merluza, podéis utilizar otros tipos. كمية ديال الحوت يعني على حسب عدد الافراد ديال العائلة. عندي الخضرة، عندي شوية ديال الخيزو الجزر، عندي شوية ديال البطاطا اللي سلقتهم من السلقة، فشوية ديال الماء مملح مع الماء وشوية الملح. عندي البصلة هكذا دوائر مقطعة هكذا دوائر. عندي حبة ديال الطماطم حتى هي مقطعة دوائر. عندي فلفلة حتى هي مقطعة دوائر هكذا صغار. عندي الحامض يعني الليمون يعني هكذا، عندي جوج دوائر ولكن كيبقى على حساب الذوق، يعني بغيتي تكثري تكثري. عندي الفلفل الحار ولكن هذا اختياري بطبيعة الحال، هذا غير اختياري. عندي ورقة ديال سيدنا موسى. عندي 4 ديال الفصوص ديال الثوم. غادي نقول لكم عندي تقريبا كاس صغير هكذا ديال الزيت الزيتون. عندي نص عصير نصف حامضة ليمونة، وعندي معلقة صغيرة ديال صلصة ديال الصوجة. ودابا ندوز معكم هنا التوابل شنو عندي. عندي شوية الكمون، عندي شوية الملح حسب الذوق، عندي المقدونس الجاف معلقة كبيرة تقريبا، عندي انا الجاف ولكن نتوما ممكن تستعملوا الطري. عندي معلقة صغيرة عامرة ديال صلصة ديال الطوماطي ديال الطماطم عفوا. عندي شوية ديال البزار، عندي شوية الابزار الفلفل الاسود، عندي شوية ديال الزنجبيل، عندي معلقة صغيرة ديال الفلفل الاحمر، وعندي شوية ديال الكركم. انا ما كنكثرش التوابل في الحوت، يعني نحاول ندير غير شوية شوية باش ما نفقدوش هذا الطعم والمذاق ديال الحوت. دابا غادي ندوزو للطريقة ديال التحضير. اول حاجة غادي نبداو بها هي الشرمولة. غادي ناخدو شي صحن هكذا اللي يكون شوية كبير وغادي نبداو نعملو فيه العناصر ديالنا. اول حاجة غادي نبداو هي عصير الليمون. عصير ليمون، عندي الزيت وغنعمل الصوجة معلقة صغيرة تقريبا. في دابا غادي نعمل هذيك المعلقة ديال الطماطم ديال مركز الطماطم. ودابا غادي نديرو التوابل ديالنا كاملة، يعني كلشي غادي نعملوه. وغادي نخلط هادشي مزيان. I never meant to say I love you. دابا غادي نحك الثوم، فصوص الثوم غادي نحكهم في هاد الخليط اللي عندي. I never meant to lead you on. صافي نعاود نخلط مزيان. ودابا غادي نبدا But sometimes pride can get the best of me drag the rest of me along
leave behind the stains of battle. صافي البنات شفتوا كيفاش كيجي. دابا غادي نغطيه وندخلو الثلاجه واحد على الاقل واحد 4 ساعه. هكذا ندخلو الثلاجه 4 ساعه وفي هذاك الوقت نوجدوا هذا الشيء ديالنا. البنات غادي ناخذ الطاوه ديالي، انا كنعملها في هذه ديال الفران لان كيجي المذاق ديالها كتجي بنينه صراحه. اي دابا غادي نبداو. Count the dead and grieve the loss. A civil war without a victor. I never really cared about the loss. If there's a town beyond the sky where they y ahora ponemos el Después de 15 minutos la sacamos. Me voy a dar 15 minutos. Voy a dar el foco de la piel. Voy a dar el foco. I found the door that leads to nothing. I crossed the threshold once or twice. There was nothing in the nothingness, not just the absence of light. There was a whisper in the shadows, and there was writing on the wall. And soon the curtains had been drawn apart. Braced my body for the fall. صافي البنات دابا غادي نخوي واحد شويه ديال الماء هنايا الى بونيمو سانسيما. البنات دابا واحد شويه ديال الماء اون بوكيتو لا بونيموس ان لا سالسا. If there's a town beyond the sky where they greet you by bye, I will stay البنات. دابا غادي ندخلو اللاطا ديالنا الفران على درجه ديال 200 درجه الفوق والتحت تقريبا 20 دقيقه. ما نفوتوهاش تقريبا لان الحوت ما كيبغيش عاود يطيب بزاف حتى يولي مقرمش. لا خصو يبقى ديما في البونتو ديال الطياب ديالو. ديجا عندنا البطاطا والجزر راهم ديجا مسلوقين نص سلقه، يعني ما غاديش ياخذنا بزاف الوقت، يعني او ماكسيموم 20 دقيقه ونرجعوا مع بعضنا. تشيكاس vamos a entrar ahora la bandeja al horno 200 grados arriba y abajo más o menos 20 minutos y volvemos. البنات هيا اللاطا ديالنا من بعد ما خرجناها في الفران كيفاش كتجي؟ راه كتجي زوينه وصراحه انا هذه الطريقه هذه كتجي كيجي الحوت لذيذ صراحه في الفران هكذا بالخضره كيجي زوين بزاف. غير ما تردوش انكم تجربوها وسمحوا لي الا شهيتكم حقكم في الجنه ان شاء الله كاملين. وشكرا لكم بزاف على الدعم ديالكم وعلى التشجيعات ديالكم ومحبابيكم الدار راه داركم والناس اللي اول مره كيشوفوا القناه ديالي مرحبا بكم ونتمنى انكم تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم اي جديد ان شاء الله. وشكرا للجميع وتهلاو في راسكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله بسلامه. تشيكاس ميرا كومو سي كيدا ال بيسكادو كون فيردوراس لا روسيتا ديال ان الاورنو اس لا فيردا كي تييني مومو وانا بينتا نو دوديس دو بروبارلا اس مومو وانا اي موي سالودابلي porque así el pescado no se pierda los valores en el aceite. Cuando la friemos en aceite caliente no es el mismo como el horno. Bueno, espero que os guste la receta de hoy. Gracias, gracias y adiós hasta el próximo vídeo. Adiós.